قائد عمليات بنفسه ما يقدر لي. انت نائب ضابط وتشتكي تهديد، تهدد علي بسيطة. اذا بالنار والانتقام تلقى احد منتسبي الجيش العراقي لمجرد انه انتفض ضد الغبن والفساد. هناك فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لمنتسب من اهالي كركوك ظهر وهو يستنجد، يستغيث بوزير الدفاع ورئيس اركان الجيش، يشكو معاناته وظلم آمر السرية له. فخلاصة المشكلة أن الجندي قدم شكوى رسمية ضد آمره لأسباب تتعلق بوجود فضائيين ولصوص وسرقات تحدث علناً، هو تحدث عنها على لسانه ووفق روايته، غير أنه وقع في ورطة بعد أن تحدث بهذه التفاصيل أمام الرأي العام. إلى وزير الدفاع المحترم، وإلى رئيس أركان الجيش المحترم، وإلى الاستخبارات العسكرية، إني نائب ضابط أحمد عباس المنسوب إلى سرية هندسة ميدان قيادة عمليات كركوك، قام بنقلي من عمليات كركوك إلى عمليات البصرة. المقدم اللي هو أمر السرية مالتي مقدم لكون اشتكيت عليه لوجود فضائيين عندنا، وعندنا بوق بالغاز، وعندنا بوق بالاكتفاء الذاتي، يجيبون لنا اكل تعبان او منتهي الصلاحيه مالته عمود فارق السعر. زين، دربي انا اللي اشتكيت عليه بالشعبة الاستخبارات بالعمليات، دز علي للمكتب مالته. لما رحت للمكتب مالته قال انت اللي اشتكيت عليه، توني اسمك وعارفك كل الزين، صراحة علمك انا من هو. زين، انا قائد عمليات ما يقدر عليه، انت نايم ضابط تروح تشتكي عليه. المهم اول شيء سوى جرد من منصبي، كنت منصبي رئيس عرفاء، لقيت فضائيين ما قبلت الموضوع هذا، اشتكيت عليه. المهم جرد من المنصب مالتي. الشغله الثانيه قام يستفز بيها. الشغله الرابعه اللي قام يشوه بسمعتي، وعدي ادله بالتليفون موجوده عليه شلون يشوه بسمعتي، شلون حفظ الجنود علي بالادله موجوده، وعندي شهود. زين، وعندي شهود عليه من قمت عليه دعوه بالعمليات بالاستخبارات مال الشعوبات العمليات. المهم بعدها زين قال لو انطي فلوس انقلك. زين، لو انطي فلوس بعد ما بطيك بالسرية. شد وياي، تعبني، دمر نفسيتي، اذاني لحد ابعد الحدود، كله متحمل. قلت ماكو اشكال، يجي فد يوم وتظهر الحقيقه، يجي فد يوم ولابد الله يكشف الحق. زين، اخر شيء توصل اليه قام ونقلني من عمليات كركوك الى عمليات البصره، وانا جريح حرب، وهاي نسبه العجز مالتي موجوده بكتاب. زين، نسبه العجز مالتي جريح حرب اثناء الخدمه من جرائها. زين، وهذا طعن الكتاب ودوام البصره، وانا من سكنه كركوك. فيا سياده الوزير المحترم ويا رئيس اركان الجيش، ارجوكم زين بحق الابوه انه تشوفونا وتنظرون بعين الابوه، انا ما اريد اكثر من هذا. نائب الضابط هذا يدعى احمد عباس، منسوب الى سريه هندسه ميدان التابعه الى قياده عمليات كركوك سابقا. اما الان وبعد ان تمت معاقبته من قبل امر سريته على احد قوله، جرده من منصبه اولا ثم نقله الى قياده عمليات البصره كما قال، وهذا ما اربكه كثيرا لا سيما انه جريح حرب لديه عجز ولا يتمكن من اكمال الخدمه بعيدا عن مكان سكنه في كركوك. طبعا الامر تحفظنا عن ذكر اسمه، فهدفنا نقل الشكوى فقط وليس التشهير باحد، ومع هذا يبقى حق الرد مكفولا لمن لم يرد ذكر اسمه في مقطع الفيديو أو في البرنامج بعد أن استقطعنا الجزء الذي ذكر فيه اسم الشخص المقصود. أما ردود الأفعال والتعليقات والآراء التي جاءت حول قصة هذا المنتسب وما تعرض له على يد آمره كانت كثيرة. نبدأ من تعليق لأبو عبد الله. يقول أبو عبد الله في تعليقه: يا أخي اليوم الحق مكروه وما حد يريده، وإنت من رحت اشتكيت بشعبة الاستخبارات مال العمليات، ترى هم انطوا اسمك للآمر، الشكوى لغير الله مذلة، وإن شاء الله يسمع صوتك. بنت
أحمد تقول: المشتكى لله وحده، يرجى فتح مجلس تحقيقي للتأكد من رواية المنتسب، وهو هذا الوقت اللي يشتكي تفتر عليه، بس أنت بطل، ربي يحفظك وإن شاء الله حقك ما يروح. سيادة الوزير عادل. تعليق آخر من معين اللهيبي يقول: قبلك قلت الأكل تالف، ثاني يوم صدر كتابي من الهندسة العسكرية لجرف الصخر بسنة 2014، فوض أمرك لله وهو على كل ظالم. أيضا تعليق من إيهاب الإعنزي يقول: الله يكون بعونك، أنت بطل، وإن شاء الله يسمعوك المراجع ويرجعون حقك ويعرفوا لآمر السرية أو يعرفوا لآمر السرية حجم الطبيعي. هناك مداخلة من سعد حسن: إذا كان كلامك صدق حسبنا الله ونعم الوكيل، بلد تايه اللي تلوق للضابط سوقه ماشي، انت شورطك واشتكيت وحكيت دتله.